حياكم الله مشاهدينا الكرام، رحب بعودتكم من جديد، كل من يتابعنا ولكل من انضم إلينا الآن للمتابعة. دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية حملة التبرع بالأعضاء والتي تنظمها الجمعية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء تحت الشعار خلونا نحييها. عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام يسعدنا أن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جاسم الياقوت الرئيس التنفيذي لحملة خلونا نحييها ليعطينا معلومات أوفر وأوسع عن هذه الحملة، طبعا اللي يعني أتوقع أنها حملة مهمة جدا جدا. صحيح. والحقيقة فعلا يعني من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صحيح. تبرع بالأعضاء يمكن هو يعني هذا الشيء موجود من زمن، وهو طبعا يعني يحث عليه الدين الحنيف. صحيح. من خلال الحديث اللي أنا ذكرته، ولكن إحنا نبغى أنه ثقافته تنتشر أكثر وأكثر. صحيح. ويقدم عليه الجميع. إذا نرحب باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام بالدكتور جاسم الياقوت الرئيس التنفيذي لحملة خلونا نحييها. أسعد الله مساءك بكل خير دكتور جاسم. وأسعد الله مساكم بكل خير، وأنا سعيد أن أتواصل معاكم لأسلط الضوء على حملة خلونا نحييها. أكيد حياك الله. إحنا أسعد. خلينا نحدث مشاهدينا الكرام عن هذه الحملة، وطبعا هي تعتبر الأولى من نوعها، وإيش الفعاليات المصاحبة لها، ولماذا اخترتوا هذا الشعار الجميل؟ طبعا أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. الحملة حملة خلونا نحييها زي ما تفضلت هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة أو الخليج أو العالم العربي أو حتى على مستوى العالم، يعني لأن ما في جمعيات مثل جمعيتنا، جمعية الجمعية السعودية الخيرية لتنشيط التبرع بالأعضاء. فهذه الجمعية يعني الآن لها نشاط كبير بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالرياض، وهي يعني تنفذ نشاطاتها وتنفذ فعالياتها مش على مستوى المملكة فقط، حتى على مستوى الخليج. طبعا الحملة هذه نظمت، ما نظمت من فراغ، لكن الحملة هذه تم التخطيط لها لأكثر من 6 أو 7 شهور. تم هناك عصف ذهني، تم هناك اجتماعات بين متخصصين في المجال الطبي في زراعة الأعضاء، أيضا متخصصين في المجال الشرعي لتوضيح الفتاوى والاتصال يعني مع رجال الدين اللي يشاركون في الحملة. والحمد لله يعني الحملة لقت صدى كبير على المستويات، يعني على مستوى المملكة جميع وسائل الإعلام شاركت في تغطية، جميع وسائل التواصل الاجتماعي أيضا شاركت. طبعا الحملة تم يعني إعداد العديد من المطبوعات الإعلامية بالإضافة إلى أفلام التوعوية، أيضا كان هناك يعني تواصل للقاءات الاجتماعية من خلال الزيارات الميدانية. جميل. من قبل اللجنة تم زيارة كبار المسؤولين في المنطقة الشرقية في الدوائر الحكومية وفي الشركات والمؤسسات والجامعات والأندية، وتم تفعيل يعني تفعيل رسالة التوعية لهذه الحملة مع هذه الجهات. طبعا الحملة انطلقت بفعالية كبيرة وهي مسيرة كرنفالية توعوية في الواجهة البحرية في الخبر، وشارك فيها أكثر من 60 جهة رسمية تمثل تمثل القطاعات الحكومية والشركات والمستشفيات والأندية والطلاب وفرق العروض، يعني مثل الدراجات ومثل الدبابات وأيضا الدفاع عن النفس. تم إقامة حفل احتفالية، إقامة احتفالية مسائية في الكورنيش، نفذ فيها أوبريت وعروض. جميل. عروض للسيارات المعدلة، عروض للدفاع عن النفس، عروض للجوالة، توزيع المطبوعات، أيضا توقيع التبرعات بالأعضاء من قبل الأهالي. ممتاز. يعني كانت الرسالة موجهة
لمختلف شرائح المجتمع. طبعا استخدم فيها الوسائل الإعلامية، أيضا إعلانات الشوارع، رسائل الاس ام اس، السوشيال ميديا، يعني أساليب كثيرة استخدمتها اللجنة حسب التخصص العلمي والإعلامي والفكري والشرعي. تم هناك تنظيم العديد من المحاضرات. جميل. كانت أجمل محاضرة اللي حاضر فيها الشيخ عبد الله المطلق، يعني من كبار هيئة، عضو هيئة كبار العلماء. جميل جدا. والمستشار في في الديوان الملكي أيضا الشيخ عايض القرني، يعني عدة مشايخ أيضا من المنطقة الشرقية. تم توجيه يعني خطباء المساجد، استخدام الملاعب الكرة لإيصال الجماهير، لإيصال رسالة توعوية، المدارس. ما شاء الله ما شاء الله يا دكتور، يعني فعلا جهود رائعة كبيرة. ما عندكم نية أنكم تعمموا هذه التجربة الرائعة على باقي مناطق المملكة؟ يعني تنتقلون من الشرقية تجون تنورونا مثلا هنا في المنطقة الوسطى وبعدين في الغربية؟ والله أول شيء إحنا الآن يعني أنهينا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في منطقة الخبر، بعدين منطقة الدمام، بعدين منطقة الأحساء. الآن خلال الشهر القادم حيكون في منطقة الجبيل إن شاء الله. إن شاء الله. الأفكار هذه واردة لانتقال الحملة على مستوى المملكة، ولكن جميل. أنت تعرفين تنظيم مثل هذه الحملات يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى موافقات. صحيح. يحتاج إلى مساندات كبيرة إن شاء الله من الجهات من الجهات الداعمة مثل الشركات ورجال الأعمال، أيضا الدعم المعنوي من الجهات الحكومية ومن أصحاب القرار، على أساس يعني الحملة تؤدي دورها الفعال في إيصال رسالة تثقيف التبرع بالأعضاء، وخصوصا أن هذا يعني الفكر أو هذه الظاهرة يعني تعتبر جديدة على مجتمعنا. صحيح صحيح. وإقناع مختلف شرائح المجتمع يتطلب جهد كبير. يعني لو قلت لك أن الرسالة وصلت إلى بنت عمرها 4 سنوات، أصغر ما شاء الله مشاركة معنا في الحملة، ما شاء الله ما شاء الله، وإلى رجل 85 سنة. يعني شوفي المستوى الفكري أو صحيح. طريقة جميل. فن إيصال الرسالة الثقافية والتوعوية. ممتاز. اللي استخدمتها اللجنة إيصالها. إن شاء الله أنكم تلقوا كل الدعم. يعطيك ألف عافية دكتور جاسم، بإذن الله نتمنى لكم التوفيق أيضا في المرحلة أكيد. المتبقية، وإن شاء الله يا رب من خلال منبرنا، من خلال برنامجنا، كل المعنيين بالموضوع سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص يقدروا أنهم يوجهوا لكم الدعم والمساندة. صحيح. وتنتقلوا إلى كافة مناطق المملكة. شكرا. أنا يعني أنتهز هذه الفرصة وأشكر التلفزيون السعودي بجميع قنواته. شكرا. بجميع قنواته، لأن التلفزيون السعودي شارك ويانا وقطع فعالياتنا، والشكر موصول لكم وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. يعني فعلا ما شاء الله يعطيهم شيء جميل. جهود جبارة نقدر صحيح. نقول طبعا يعني هذه الحملات يعني ما شاء الله بتزيد الوعي، زي ما قال أنه طفلة تكون عندها الوعي بالتبرع بالأعضاء، هذا فعلا اللي بيكون دور الحملات لإقامة هذا الوعي لتثقيف الناس بشكل طبي وبشكل متكامل حول هذه الموضوعات المختلفة. أعزائي المشاهدين أكيد لازلنا متواصلين معكم، لكن خلينا نطلع لها الفاصل ونرجع أكيد مرة ثانية.